كلها حولت نشاطها واسمها لشركة ميتا. طيب فيسبوك، واتساب، كمان انستغرام، اوكي، كل النشاطات دي كلها اتحولت لميتا. طب هي ميتا مرتبطة بفيسبوك بس؟ لا، هي بقالها سنين اكتر. فكرتها احنا كنا من زمان بدأنا في ويب وان. ويب وان لما احنا كنا بنيجي نبعت حاجة عشان توصل كانت بتاخد مننا مثلا يوم عشان نبعت صورة او حاجة. هل كنا في نفس الوقت ده نتخيل ان احنا الانترنت هيكون اذا فيديو كول وكل اعمالنا تتحول ليه زي دلوقتي سوشيال ميديا والكلام ده كله؟ محدش كان يتوقع ولا يتخيل في الوقت ده او في الزمن ده. فاحنا انتقلنا لحاجه اسمها ويب 2. ويب 2 ده اللي احنا بنستخدمه الان او اللي احنا متعايشين معاه الان. اعمالنا كامله كلها مؤسسات كامله بتقام جوه السوشيال ميديا، تمام؟ يعني حتى مؤسسات صحفيه كامله بتطلق بس من السوشيال ميديا. بنسوق في السوشيال ميديا، دي حياتنا كلها بقت مرتبطه بالسوشيال ميديا. طب هل هي امنه؟ هل احنا نعتقد ان احنا لينا الحريه الكامله في اختياراتنا؟ لا، بسبب ان ممكن فكره المركزيه ان اي حد من بكره يقدر يقفل لنا في لحظه واحده كل نشاطنا، صح؟ مش ممكن. احنا بنعتقد احنا احرار، لا، ممكن الاكونت بتاع حضرتك على اي منصه من المنصات العالميه يتقفل، ولو شغلك كامل معتمد عليه يتقفل. طب غير كده، مش في احنا سمعنا عن تسريب بياناتنا الكامله وانها بتباع؟ طيب احنا كده عندنا ازمات في ويب 2. كنا باحتياج حاجه تحفظ لنا حقوقنا الملكيه، ان مفيش مخلوق يقدر يقفل لنا المنصه بتاعتنا او ان هو يتحكم فينا. فبدا حاجه اسمها ويب 3. ويب 3 هي مش قايمه على فكره ان احنا بس مجرد التفاعل فيديو كول او حاجه، ولكن هو التفاعل هيكون 3D، بمعنى بنقل لك كل الواقع بتاعك جوه البيئه الافتراضيه. لما حصل كوفيد وحصل اللوك في كل العالم، في ناس كتير جدا اعمالها وقفت، ما بقوش عارفين يعملوا ايه. ففكره الميتافيرس هي بتنقل لك شكل حياتك كامله، العالم اللي انت عايش فيه، شغلك، تعليمك، فكره انك تتسوق وغيره، كله جوه البيئه الافتراضيه. البيئه الافتراضيه بدل ما احنا كنا مثلا بنتعامل مع زوم، لا، انا اقدر اعمل الميتنج بتاعي جوه الميتافيرس از افاتار، واكون حاطط الموظفين بتوعي كلهم، يعني هنا مثلا كله لابس النظاره، هو منفصل، هو واخد كل انتباهه كامل جوه البيئه الافتراضيه، تمام؟ احنا نقدر نعمل المؤتمر بدون حضورنا، ممكن كلنا لو احنا عندنا هيدسيت في البيت او حتى من خلال البي سي نقدر كلنا نتواجد في المؤتمر كافاتار، ونحضر ونعمل شير حتى للدوكيومنت بتاعتنا وكل شيء. فالتفاعل فيه بشكل كبير تفاعل حي، يعني بنقل لك شكل حياتك الحقيقيه كلها. لدي الاستثمار في فكره الميتافيرس متوقع يكون 8 تريليون دولار في 2030. تم فعليا استثمار 158 مليون دولار من قبل بعض شركات قليله، ولكن هو الاستثمار وصل مش ملايين، يعني تريليونات، مش عارفه اقولها صح، الدولارات فيه. فطبعا اللي احنا بنتكلم فيه ده نقله نوعيه، يعني لما انا اقول لكم ان فيسبوك بقى ميتا، اللي انتوا قائم عليه شكل التواصل بتاعكم وشكل اعمالكم اليوميه، والواتساب لما اقول لكم ده تحول لميتا،
احنا محتاجين نفكر مره تاني في استخدام التكنولوجي ونفهم امكانياتها وازاي نفكرها لخدمتنا. فانا جايبه النهارده تجربه عمليه حقيقيه جوه الميتافيرس، ان انا هوريكم ازاي شكل التفاعل، ان ازاي اصلا مش انا بعمل فيديو ولا حاجه، هما هنا كانهم حقيقه كامله جوه المعرض ده بشخصيتهم الافاتار، كل واحد افاتار. قادره ان انا هنا مش فقط بس ان انا عامله معرض، ده انا عامله بوابات دخول عوالم اخرى. انا هوريكم يا دعاء انا محتاجاكي تدخلي على حاجه من ال في عامله بوابات زي بوابات عالم اخر. بتدخلي جوه كل بوابه. انا عايزه اعرف مين اللي معاه نظاره. بندخل كمان عند عوالم اخرى. طيب احنا نقدر نعمل كل الديسكشن ده كله جوه الميتافيرس وكمان نتفاعل مع بعض ونسلم على بعض ونجيب حاجات ونسافر. ففكره العمليه التعليميه او فكره اجتماعات العمل ليست بالشكل التقليدي ولا بالشكل المحكم ولا بان احنا كده، هي عدد لا نهائي من الخيالات والابداعات تقدروا تعملوها. فاحنا حضرتك شايفه الدوريات دي، لو دخلتي جوه اي حاجه هتدخلي في عالم تاني خالص. ف ده بشكل مبسط دور المرأة في التكنولوجيا، هي ليها دور كبير جدا جدا وحقيقي دور رائد على مستوى العالم. وأنا بفخر إن أنا أكون امرأة وإن أنا ليا وجود وحضور قوي في هذا العالم. حتى أنا ممكن أكون بعد كام يوم واخديني من اهم النساء المؤثرات في الميتافيرس على مستوى العالم. فدي حاجه لطيفه الحمد لله ان احنا لينا دور كوطن عربي. فخلينا نبدا بقى مع بعض ونشوف التجربه والميتافيرس. كسيدة أعمال ليها دور بارز ودور مهم جدا جدا
وبنقول ان احنا مش بس عندنا سيدات مصريات فضلات وبس، احنا عندنا سيدات يقدروا يبنوا دوله كامله. اللي انا شايفاه جوه يا دكتور ايمان ده مش معناه بالنسبه لي غير حاجه واحده، غير ان قد ايه بجد عندنا سيدات فوق الواقعيه. ميرسي جدا جدا ليكي، شكرا. ما حدث من قضايا البلاي ستيشن والدواعش واحتراق لاولادنا وبناتنا وتجنيدهم بعضهم للعراق وسوريا. فوسائل التقنيه مثل ما هي جميله ورائعه وتنقلك الى عالم الخيال تحتاج الى تحسين فكري قوي، تحتاج الى جهد، الى جهد مع الابناء والبنات. والناس كانوا يتكلموا عن قضايا الاسره والتراث، انا بقول دائما يعني الاسره وجودها توجيه من الوالدين شبه العدم مع وسائل التواصل الاجتماعي. يعني الولد والبنت ما بيشوف لا هو ولا هو، حتى الغرفة اللي كانوا يجتمعوا عليها كل واحد يدخل غرفته ويشتغل على وسائل التواصل. فمثل ما هي وسائل التواصل نعمة، أحيانا قد تنقلب إلى نقمة إذا لم نحصن أولادنا وبناتنا فكريا ونقدم لهم الدعم. أوكي إحنا نتعامل معها مع تطورها، لكن أيضا لا بد من يعني أن نولد هذا الحصان. والله أنا مش الله، أنا بنيجي. شكرا جزيلا.